ولمزيد من التوضيح والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسن سلامة، أستاذ السياسة الدولية. دكتور برحب بك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. الخير أستاذ شهند، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا بحضرتك يا دكتور، لينا الشرف. يعني بنتحدث عن تطور كبير في منطقة الشرق الأوسط يحدث منذ 7 أكتوبر، شهدنا الهجوم على قاعدة أمريكية ومقتل 3 جنود وإصابة العديد. تطور في المنطقة حذرت منه مصر مرارا وتكرارا مع ظهور الأزمة، أن الأزمة لا تخص فلسطين فقط وأشقائنا في فلسطين، ولكنها يعني سترمي بظلالها على المنطقة ككل. كيف ترى المشهد يا دكتور مع استمرار العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني؟ يعني بالتأكيد هناك مخاوف حقيقية، ويمكن هذه المخاوف حذرت منها مصر كما تفضلت حضرتك كده منذ اليوم الأول. المخاوف من إيه؟ من خوف من اتساع نطاق هذا الصراع، وزي ما احنا شفنا كده وحضرتك أشارتي، هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، عندك استهداف قواعد أمريكية في الحدود الأردنية السورية، ده أحدثها زمنيا، قبلها استهداف مواقع في إيران، استهداف مواقع أمريكية في العراق، استهداف مواقع في لبنان، كل ده الحقيقة بيشي بدرجة عالية جدا من التصعيد. وسبب الأساسي الحقيقة أمرين أساسيين، ليس فقط العدوان الذي تمارسه سلطات الاحتلال حاليا على قطاع غزة لمدة أكثر من 4 أشهر، ولكن احتلال إسرائيل لأراض عربية هو الذي يفجر هذا الأمر من البداية. ويمكن ده علشان كده مصر الحقيقة بتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقف هذا العدوان المستمر اللي يعني سالة دماء الفلسطينيين أكثر من 62 يعني 26,000 حتى الآن من الشهداء، وأكثر من 60,000 من المصابين حتى اللحظة، دون أن يكون هناك رادع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. مصر طالبت بوقف دائم لإطلاق النار، تبذل جهود سياسية وتبذل جهود إغاثية كمان في مجال إنفاذ المساعدات منذ اللحظة الأولى. وعايز أكرر تاني حقيقة عبر حضرتك أنه مصر لم تغلق معبر رفح يوما واحدا، ويمكن القيادة السياسية المصرية أكدت هذا الأمر أكثر من مرة، والشواهد كلها ثابتة حتى بحضور الوفود الأجنبية اللي كانت موجودة عند المعبر، وأن التعنت كان دائما من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مش بس كمان من السلطات الاحتلال يا دكتور، حتى المستوطنين الذين منعوا مرور المساعدات في معبر كرم أبو سالم منذ أيام. يعني بالضبط كده، بالضبط كده، استهداف قوافل المساعدات من جانب المستوطنين، ناهيك عن تسليح المستوطنين. يعني انت شايفه انه ما يطلق عليه دوله اسرائيل تقوم بتسليح المستوطنين، ده ما يبقاش فيه نيه الحقيقه لارتكاب جرائم اباده جماعيه بحق الشعب الفلسطيني. انت النهارده رفع دعوه على اسرائيل لاثبات نيه جريمه الاباده الجماعيه، اعتقد انه تسليح المستوطنين ده دليل دامغ على فكرة النية الموجودة لدى سلطات الاحتلال. إعاقة المساعدات واستمرار سياسة التجويع والحصار اللي آخرها زي ما حضرتك أشارتي كده برضو إلى اتهام الأونروا ووقف الأونروا وتعليق عملها، وهي المنظمة المسؤولة عن تقديم الملاذ الآمن والمساعدات الكافية لسكان القطاع بأنها ذراع مدني لحماس كما قيل، وتعليق كثير من الدول يعني دعمها للمنظمة. يأتي هنا الموقف المصري المشرف الذي يؤكد على الدور المحوري للأونروا في تقديم المساعدات الكافية لسكان القطاع، والتأكيد على أنه لا يمكن أبدا معاقبة منظمة بأكملها، حتى وإن كان هناك اتهامات مزعومة لبعض الأفراد، وهي ما زالت بالمناسبة قيد التحقيق، يعني لم يثبت هذا الكلام. كل ده بتقوله سلطات الاحتلال في إطار مزاعم، في إطار بين قوسين أكاذيب حتى هذه اللحظة لم يثبت صحيح. صحيح، ولا يعقل تجويع يعني أكثر من 2,200,000 شخص لأجل 12 يعني لم يثبت، ولم يثبت إذا استندنا إلى هذا الكلام. بالضبط بالضبط، أنت النهاردة بتمارسي سياسة حصار وتجويع وعقاب جماعي بتفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين. مصر أكدت الحقيقة، ويمكن حضرتك أشارتي أيضا إلى تضامنها الكامل مع الأونروا وتقديم كل أوجه الدعم للمنظمة. ليه كل هذا الأمر الحقيقة يا أستاذ شاهين؟ لأنه مصر تنظر إلى القضية على أنها أحد الأطراف، هي معنية بهذه القضية ليست وسيطا. كل الجهود اللي بتبذل سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإغاثي تستهدف أولا الحيلولة دون تصفية القضية، لأنه واضح جدا ليس فقط جريمة الإبادة الجماعية، ولكن أيضا إنهاء الحل السياسي لهذه القضية القائم على فكرة حل الدولتين، تصفية القضية من الأساس، وهو ما لا ترغب مصر. الأمر الثاني هو حماية وصون الأمن القومي المصري في ظل المشروعات التوسعية اللي بتقوم بها سلطات الاحتلال، وفي ظل الاستفزازات اللي بتمارسها سلطات الاحتلال
في وجه مصر حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها حتى الآن. والأسف الشديد انه ما يجعل إسرائيل مستمرة يعني في هذا العدوان هو حالة من حالات الدعم اللامحدود من جانب الغرب، حتى رغم التصريحات المعلنة اللي بتقول بين قوسين الحديث حول حماية المدنيين، نحن نرى صفقات السلاح تتوالى على سلطات الاحتلال بما يغري سلطات الاحتلال باستمرار العدوان، خصوصا ان سلطات الاحتلال لم تحقق اهدافها المعلنة حتى الان يا استاذة شاهين. يعني بالنسبة لتحقيق الاهداف او عدم تحقيق الاهداف، اذا تحدثنا عن هذه النقطة يا دكتور وانا سعيدة ان حضرتك اثرتها، فكرة عدم تحقيق الادارة السياسية الاسرائيلية لاي مكاسب على الارض حتى الان، حتى ان هناك تقارير غربية في الفورن بوليسي تشير انه بنيامين نتنياهو وزير الأركان الأسبق يهاجمه بأنه هو لم يحقق أي انتصارات على الأرض وبيحمله المسؤولية الكاملة عن وجود المحتجزين أو الرهائن أو ما وصلت إليه إسرائيل من تدني في الاقتصاد. شوفي أنا عايز أقول لك على حاجة، حاجتين الحقيقة. الحاجة الأولى، هل هناك إرادة لدى إسرائيل لتحقيق الأهداف اللي أعلنتها؟ ده سؤال مهم. هل هو بالفعل يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف ولا يسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني وجات له الفرصة في هذا الإطار تحت زعم الدفاع المزعوم عن النفس؟ دي نقطة. فإطالة أمد الحرب الحقيقة هي ليست مصلحة لإسرائيل بقدر ما هي مصلحة شخصية لنتنياهو للبقاء في المشهد السياسي، لأنه يعلم أنه في اليوم الذي يوقف فيه العدوان سيتعرض للمحاكمات، وبالتالي هو بيستخدمه كملاذ آمن حتى يحصل على ضمانات من عدم المسؤول أمام القضاء، وهناك مطالبات كثيرة. الأمر الثاني الحقيقة انه العالم بيشغلنا يا استاذ شهندة بحاله الخلاف المزعوم بين قوسين، ما بين معارضه وما بين حكومه، ما بين نتنياهو وما بين اشخاص اخرين، لكن العدوان مستمر. هل حضرتك متصوره انه حين يختفي نتنياهو من المشهد انه العدوان الاسرائيلي سوف يتوقف على قطاع غزه؟ انا لا ازعم هذا الحقيقه ولا اعتقد في هذا، لانه في النهايه هي سياسه تستهدفها حكومه اليمين المتطرف وهذه السياسه طبعا هي سياسه للاستيطان وتكوين مشروع استيطاني وانهاء وتصفيه القضيه الفلسطينيه. قد لا تكون يعني قد تكون اكثر حده في وجود نتنياهو، ولكن الشكل قد يختلف، ولكن العدوان مستمر. صحيح، بالتأكيد. يعني شكرا على كل هذه المعلومات دكتور حسن سلامه استاذ السياسه الدوليه، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.